حد ناصر ودوله حيث تعرف تشكيل الدوله بدون سلطه سياسيه، لكن اتصور دوله بدون ركن جوهري وهو سلطه، حيث ان مشكله البحث لاحظت ان الفكر الساعد عبر التاريخ خصوصا في العصور القديمه والعصور الوسطى هناك خلط بين مفهومين السلطه والدوله، وهذا اشكال كبير خلط بين هذين المفهومين المختلفين. ان هذا الخلط جاء نتيجه عن ترابط السلطه السياسيه بشخصيه الحاكم. وخير دليل على ذلك نستدل بالمقوله الشهيره للملك لويس الرابع عشر حين قال انا فرنسا بمعنى انا الدوله، ان هذا ان وصف السلطه السياسيه بهذا المعنى يشكل لدينا نظام من السيطره والهيمنه المستمده من القوى، حيث بقي هذا التصور مستمر حين ظهور الفلسفات الحديثه التي مهدت الى ظهور الديمقراطيه الحديثه وظهور السلطه السياسيه مستقله بشكل كامل عن الدوله اي عن شخص الحاكم. طيب زيد، مفهوم السلطة السياسية بالفقه الإسلامي. السلطة السياسية في الدولة الإسلامية مهمة وضرورية، وكيف لا؟ إما الدولة الإسلامية مهمتها نشر الدعوة الإسلامية نشر الدعوة الإسلامية وتوحيدها بين الأوساط. طيب ما كان مفروض يعني السلطة مقدم تعريف السلطة السياسية في الفقه الدستوري وبعدين تعريف السلطة السياسية في الفقه الإسلامي؟ كان مفروض السلطة السياسية في الفقه الإسلامي تكون سابقة على تعريف السلطة السياسية في الفقه الدستوري. نعم. طيب السلطة السياسية في المفهوم المعاصر تحديدا في الفقه الدستوري؟ السلطة السياسية المعنى المعاصر تعني القوة المستمدة من أصل شرعي، أي أساسها يكون الشعب. نعم. ما هي خصائص السلطة السياسية؟ خصائص السلطة السياسية خصائص السلطة السياسية في الفكر الإسلامي نعم بالمفهوم المحاضر، يعني عفوا بالمفهوم المعاصر، يعني بالوقت الحاضر، يعني هنالك خصائص معينة للسلطة السياسية. نعم، هو العمومية سلطة الدولة كونها سلطة تسمح على باقي السلطات، أصالت سلطة الدولة المستمدة من ذات الدولة حتى القوة العسكرية الموظفة بالدولة، يعني عندنا خصائص. نعم. شنو أهم النتائج اللي وصلت إلها تحت؟ نعم، نتائج السلطة، النتائج تطرقنا فيها النتائج لمفهوم السلطة السياسية، ومن ثم خرجنا إلى أن السلطة السياسية ما هي العلاقة الاجتماعية من نوع ما وليس أمراً أو صفة لصيقة للفرد. تاجر يمكن قول ان في اغلب الاحيان لا تتحقق السلطه بدون قوه، فمن مستلزمات السلطه هي امتلاك اجهزه القهر والسيطره، لكن هذه شرطها ان تكون مستمده من تكون شرعيه وشرعيتها مستمده من الشعب. طيب ما هي صفات السلطه السياسيه في العهد الاسلامي؟ هي نفسية في القارب عن السلطه في مفهومها الحاضر. يعني شو حكم بالصفتين يعني السلطة السياسية بحسب يعني الفكر الإسلامي؟ الصفة الأولى هي عدم الحسم ما بين الدين والدولة، والصفة الثانية هي إغلاق قيمة القوة والتركيز على ارتباط السلطة بالقوة. طيب ما هي أهم التوصيات؟ يجب أن لاحظنا ان هنالك بعض السلطات الحكومات تصل الى دفة الحكم بدون اساس شرعي، وهو بدون رضا الشعب، فالتوصيات هنا المتواضعه تكون على كل سلطه يجب ان تستمد السلطه الشرعيه وهي مصدر الشعب، على كل سلطه سياسيه يجب ان تقدم دورها الفاعل وهو تقديم الخدمات العامه للمواطنين، هو تقديم مهمتها الأساسية. طيب ما هو الأساس الشرعي للسلطة السياسية؟ الأساس الشرعي هو أن تكون مستمدة من الشعب. نعم، رضا المحكوم. رضا المحكوم.
نعم تفضل وجدنا أن السلطة السياسية عبر التاريخ أساسها ثلاث نظريات، نظرية افلاطية، نظرية تعاقدية، ونظرية تطورية. نظرية افلاطية قالت هنالك نظريات ما خرجت عنها، من هذه النظريات منها أن الحاكم يستمد حكمه من الله سبحانه وتعالى، أي الحكم الإلهي. النظرية التعاقدية الثانية، النظرية التعاقدية أن السلطة جاءت عن طريق العقد الاجتماعي، وهو عقد بين الحاكم والمحكوم. تطورية. نظرية تطورية، نظرية تطورية أن السلطة جاءت عن أساسها هي الأسرة، وهي سلطة الأب على باقي الأسرة، وتطورت إلى القبيلة. و السلم خلي المحتويات ورا الفاتنة. هو أكو حسب المنهج هو موجود يعني. محتويات في البداية. ممكن تبدأ منها حسب أكو مصاري ممكن. أنا اختارت نخليها في البداية. بس المنهج العام من كل البداية. بس يعني. ليش من هدف البحث؟ من هدف البحث. هناك إشكاليات نجد أن البعض حقيقة. أهم هذه الإشكاليات. أن لا يعرفون الفصل بين السلطة السياسية والدولة. أنا خلط كبير. يعني لما يسمع أن السلطة السياسية يتبادر بينه إلى الدولة، وهذا إشكال كبير يعني بحد ذاته. هذه المشكلة الأساسية اللي فحاولنا من خلال يعني المشكلة هي مجرد الخلط؟ بس هذا إشكال كبير. يعني الدولة مفهوم والسلطة السياسية جزء من هذا المفهوم. يعني هذا مفهوم مستقل عن هذا مفهوم الدولة بحد ذاته. هذا إشكال كبير. الأهمية تقصد أهمية السلطة باعتبار عنصر من عناصر الدولة. يعني لا يمكن قيام دولة بدون هذا العنصر، باعتبار عنصر جوهري ينظم أحوال المجتمع. مصادر كل إشكالية. أنا رأيت أن هذا الموضوع مستهل. عندك صفحة 21 فيها مصدر أجنبي مستخدم؟ نعم مصدر أجنبي. لديك هذا المصدر؟ هذا موجود في المصدر. موجود؟ نعم. موجود في الإنترنت. نعم بالإنترنت؟ لديك تكتب في المصدر فوتكتب الموقع الإلكتروني. بس موجود نزلته على الفيديوهات يعني. كتاب. زين صفحة 19 هذا الكلام من عدة مصادر. لا لا هو تابع يعني. إنه تابع لا سفر. هو تابع اختصاص السلطة السياسية. يعني تابع مصدر سعاد شرقاوي؟ لا لا بس هو تابع يعني ما يتابع المن لا مصدر. عرف تابع لا مصدر. داري نشر بداخل إنه يعرف صفحة 18 أيضا. ما في دار نشر؟ صفحة 19 تلبس بها هامي. زين صفحة 13 كاتب لنا آية قرآنية. ونحمش عليها سورة آل عمران. زين بعد الآية القرآنية هذا ونجد أنه هو من خلال ما ذهب إليه للأخير. لما نقول هذا الكلام؟ إليك؟ لا هذا الباقي؟ يعني هو مصادر. اكتب ومن وجهة نظر الباحث يرى كذا. حتى نعرف على مصدر. هذا هو نجد يعني اعتبار انه هو ضمير. نتكلم بلغه يعني احنا علمنا انه كل منهج لا يكتب ونجد يعني شكل الاول. يلا